الشباب. اهلين وسهلين عمو. هون محلات منير للموبايلات. وصلت. السلام عليكم. لك شلونك عمي؟ شلون الوالده؟ شلون الوالد؟ شلون العيله كلياتها؟ ان شاء الله بخير كله. الحمد لله بخير. حضرتك بتعرفني شيء؟ لا والله ما بعرفك، بس انه تعرف اخي. ليش لحتى ما نتعرف؟ شو المانع؟ المهم عمو امور. ما يأمر عليك ظالم يا سيدي. بالمختصر انا اسمي ابو هشام الدغشي، ومبارح انا وخالتك ام هشام المدام يعني مرتي قررنا بعد التي ولتيها والاخذ والعطاء قررنا نجيب موبايل. بقى حبيبي بدي منك، وانت صاحب الذوق والمفهومين، بدي منك موبايل بس يكون شغله فوقانيه كتير، لانه طالما صارت وصارت فلازم اقتني موبايل تقيل، واذا ضربت وجيح اوعك، هيك بيقول المثل، ولا شلون عمو؟ مزبوط عمي مزبوط. على كل ولا يهمك، كل الموبايلات التقيلة عندي. شوف القطعة هاي. هاي القطعة بيسموها الامبراطور. امبراطور؟ ها؟ والله حلو اسمه. هاي احدث قطعة نزلت على السوق. ايوه. اول شيء فيه كاميرا وفلاش وكلاسيكي واكابري وشاشته لمس، وبيشتغل كمان اورجنايزر، واهم من هيك فيه بلوتوث. بلوتوث؟ ايه. طيب اتفقنا، قديش بدك تحسب لي هذا؟ هاد راح احسب لك اياه لك، ها، وما اعطيت هالسعر لغيرك. 36. 36 شو؟ 36,000. يا حبيبي 36. لا عمي لا عمي، انا مالي هون من شو 36,000. طيب اذا بدك في عندي ارخص، عندك مثلا الباندا، هاي قطعة عملية وأكابرية وأثبتت جدارتها بالسوق، وعندك كمان الغسالة، كمان هي قطعة حلوة ومطلوبة، وعندك الدولاب، وفي عندك راغب وكاظم وأصالة، وإذا بتنتظر شوي جايين الروبيها، وإذا ما بتحب هاي الموديلات عندك الأملس والأبرش والأبلق والشخشير اللي ما فيه. شو ها؟ وقديش أسعارهم هدولي؟ يعني هدول بدك تحكي من العشرة أنت وطالع. ولي دخيلك يا ميتي. لا لا حبيبي لا، أنا مالي هون منوب. طيب عندي موديلات تانية ولا يهمك. شو هي يا ترى؟ عندي موبايل الرهيب والسكودا والشرعي والرياضي والحبيب، كل هالموديلات عندي. طيب دخلك هذا موبايل سكودا قديش حقه؟ يعني هذا رح احسب لك يا إلك، ها، 3,000. شو بثلاثة؟ ولي انا مالي هون منهوب عمو. طيب شو بدي اعمل يا عمو حتى تصير هون؟ اسمع عمي، انا دبساتي مراق وعظمي طري، بقى لا تجور علي منوبها بنوبك ثوابي. طيب قديش تقدر تدفع حضرتك؟ يعني شغلت 700-800 ليرة اذا شقت حالة. اصبح مالك غير الشحاطة او القرش. حلو كتير، شي ناهي هذا الكلام يلي بينسمع. بس السؤال هون، انو احسن يا ترى، الشحاطة ولا القرش؟ عم حلفك بضميرك، ها، لانه انا ما بحب الغدر النوم. ما بحبه عمي. انت لا رح تنغدر ولا شيء، اصلا اثنين مثل بعض واثنين مو محرزين حكى فيهم، وبكل الاحوال انا ما عندي اياهم هون بالمحل، اذا بتحب مرق بكره الصبح كنت امنت لك اياهم. ايوه قلت لي يا المشايه يا القرش، مو هيك؟ القرش. اي نعم. حلو كتير، شي ناهي، معناتها انا هلا مهمتي اسال هون ودقدس وبحبش وفتش حتى اشوف الافضل. على كل حال وينك عمو؟ انت اعطيني رقم تليفونك وانا رح ادق لك حتى اقول لك شو رح يصير معي. ايه تكرم تكرم عمو، هي كرت المحل وعليه رقم موبايلي كمان. تفضل. يسلموا هالايدين، ممنونك كتير. سلام عليكم. اهلين وسهلين، شرفت عمو. اهلين اهلين. امان يا سلم على الاهل. ها ماشي يلا، سلام عليكم. اهلين. يا امي شو معدت. منير كل الاتصالات. ايوه. ولك ان شاء الله يقبرني هالصوت. تسلم لي شو حنون. مرحبا سيد منير، ابو هشام يتكلم. اهلين عمو امور. شلونك عينتيني؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اخبار الاهل؟ ان شاء الله مناح والله. وكيف الوالد والوالده؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله عمو الحمد لله. وشلون الشغل؟ ان شاء الله في حركه بالسوق. يا سيدي الحمد لله على كل حال. وشلون الصحه؟ ان شاء الله تمام. ابو هشام امرني. ابو هشام شو بتريد اخي؟
مشان القرش والشحاطة سألت كتير وما حدا فادني أنو أحسن. بقى شو نعمل هلأ يا حزرة؟ والله ما بعرف شو بدنا نعمل يعني. ها أنا بقلك شو رح نعمل. الشغلة صار بدها قعدة على رواق، شو رأيك بقى تجي لعندي؟ أنا رح حط إبريق الشاي على النار على البين ما توصل. ها ولك عمي شو إجي لعندك ما إجي لعندك وشو إبريق شاي؟ صدقني القصة كلها مو مستاهلة وأنا مالي فاضي. طيب ها والحل بقى؟ خلاص عمي خود الشحاطة، موديل الشحاطة منيح وعملي. أمرك سيد منير، أمرك. إذا كنت أنت حابب تعطيني الشحاطة بناخد الشحاطة. الله معك، مع السلامة عمو. الله معك. أحمد أعطيني حبة بنادول من عندك. ألو نعم. شلونك حبيبي؟ شلونك عين تاني؟ شو أخبارها؟ أهلين أبو هشام. شلون البابا والماما؟ إن شاء الله بخير؟ الحمد لله، بيدعو بسلامتك. وشلون القرايبين كلهم؟ مناح، مناح ماشي الحال. متجوز أنت ولا عزابي؟ يا درسان، قول. إذا كنت متجوز تتهنى فيك مرتك شو محظوظة، وإذا كنت عزابي الله يبعث لك. أبو هشام امرني بترجاك، انا ما عندي وقت لك. ما يأمر عليك ظالم عين تاني. ايه سيدي، امبارحة شفت جاري وصديقي ابو محمود، ويمكن صار لي ما شفته بالعين اكتر من سنة، يعني من وقت ما طلعنا سيران على الشادروان. عمي ابو هشام اختصر، ما عندي وقت، عبسوق انا عبسوق. اخي باختصار ابو محمود انا يعني بسمع لرأيه كتير، قال لي مالك مصلحة بالشحاطة. وليش بقى مالك مصلحة؟ قال بكرة الناس رح تقول انه ابو هشام الزلمة المعتبر والمقدر عم يحكي من الشحاطة، ورح اصير علكة بتم الناس. بزمانه ابن حماي سعده مكوك، لاني متجوز انا من بيت مكوك، غلط غلطة صغيرة بحياته. عمي الله يخليك، بترجاك اختصر وقل لي شو بدك مني بالضبط. شو رأيك أخذ القرش؟ مو أرتب لي وأقدر لي؟ مثل ما بدك، القرش القرش. لا مشان عمري. طيب وينك؟ خلينا نحسم الموضوع ونضل على القرش. مثل ما بدك، الله معك أبو هشام، عبسوق أنا. استغفر الله العلي العظيم على هالعلقة. كل اتصال، شو بقدر اخدمك؟ نهارك مبارك عين تاني. اهلين ابو هشام. شلونك حبيب قلبي؟ شو اخبار البابا والماما؟ وينك؟ اذا كانوا طيبين الله يمدلك بعمرهم، واذا كانوا متكلين فالف رحمه تنزل وتبشبش البلاطه. بترجاك ابو هشام، بترجاكها تدخل بالموضوع لانه عندي شغل كتير. ايه الله يفتحها بوشك كمان وكمان. شلون الحركه بالسوق؟ طمني ان شاء الله منيحه. ابو هشام شو بك خلصني بقى وبعدين معك. طيب لا يطلع خلقك علي. شو بنا لك؟ يسلمني النرفوز الصغير. والله انا ما بستاهل. ليش يا حزرك؟ لاني انا كمان عم بحكي معك بالشغل. ولك يا اخي امور بيضه بقى لها جوهره وخلصني. شو بتريد بصراحه؟ الصراحه شو عم تقلي ام هشام؟ عم تقلي يعني انه مالي مصلحة بالقرش؟ وليش بقى مالك مصلحة؟ قال بعضني. استغفر الله العلي العظيم على هالزلمة. وينك سيد منير؟ انا عم بمزح معك، والله عم بمزح، بس قالت لي ام هشام انه القرش ما بعرف يعني دبج، وما بيحملوه غير شوفيرية التكاسي والمكاري. لا حول ولا قوة الا بالله. طب انا شو بقدر ساوي هلا؟ لا جنني ابو هشام. اخي ما في حواليك هيك شي موبايل مرتب غير يلي قلت لي عليه؟ ولك فهمني يا ابو هشام يا عيوني، يعني ب700 ليره شو بدي لاقي لك؟ الله يرضى عليك ويخلي لك والديك. انا دلوني عليك لانك ابن حلال، وبيني وبينك يعني انا حالتي والله مو متحمل منوب. طيب خلص انا رح اعطيك من عندي موبايل الضفدع، هذا موبايل كتير مرتب وعملي، ورح اخسر لك فيه كمان. انبسطت هيك؟ ولك رو
الروق الله لا يحرمني منك يا حق، وان شاء الله الخساره يلي رح تخسرها بتتعوض لما بشتري من عندك موبايل لام هشام. منيح شو هشام؟ احمد اعطيني حبتين وجع راس من عندك. يا احمد حبيبي طفي اضوية المحل جوا وسكره، انا سابقك. منير كل اتصال. نعم سامع ضوجة عندك، شو عم تنزلوا بضاعة بالظاهر؟ ان شاء الله آية الرزق يا حق. الو الو سامعني؟ الو نعم نعم سامعك. السلام عليكم يا حياتي، ابو هشام يتكلم. اهلين ابو هشام. شلونك حبيب عمري؟ شو اخبارك؟ شلون البابا والماما؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله بخير. اخي عم يقول لي جارنا ابو فهيم بالحاره انه مالي مصلحه منهم باني احمل الضفدع. ها وليش بقى؟ قال بركي نط من جيبتي. شو هالزلمه هاد؟ المشكله انه جدي وما بقدر. عم بمزح معك عيوني، عم بمزح معك، بس الحقيقة قالوا لي إنه هالجهاز هذا بناتي، يعني للصبايا الحلوين ومو خرجين نوب. فشو عم قول لحالي أنا؟ عم قول لحالي إذا بكرة بتشرفني على البستان، لأنه عندي بستان أنا بالمزة حلو كتير كله بستين صبارة، إيه بقى إذا بتشرفني على البستان يعني بنقعد سوا ومنتجادل بهالموضوع. أبو هشام شو بك؟ شو بك؟ خلص انت تعال عندي على المحل وقلك مني احلى موبايل هدية وبدون ما تدفع ولا قرش. ولك رو رو الله يطعمك اللي ببالك شو ابن حلال. يعني فعلا انت يعني ما بعرف سيد منير دخلت لقلبي شلون ما بعرف، والله العظيم خجلتني. اصبح وينك منير؟ انا رح اجي لعندك ورح اجيب معي هيك يعني شوية عشاء مشان نتعشى سوا عندك بالمحل. ايه عندي شوية مقدوسات بيتنجان حمصي بيتقدموا لملوك، ايه مع اطرميز لبنة دعابيل. ابو هشام ابو هشام انا ما بدي منك شي، انت تعال وخذ الموبايل بدون ما تجيب شي، عم استناك بالمحل قبل ما اسكر، يلا بسرعه.